مستقبل واعد يقوده طموح الشباب بهمة وكفاءة لتتحقق الرؤى وتلمس واقعا تطويريا للقطاع الشبابي من خلال مشاركتهم الفاعلة في الورش التخصصية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب المقامة في محافظة الظاهرة. مراجعة مقترحات الرؤية ومقترحات الأهداف الاستراتيجية وأيضا لوضع برامج في مختلف المجالات اللي هي عندنا 6 أو 7 مجالات حاليا. نطمح اليوم أنه هذا المختبر يخرج بهذه المراجعات التي ستصب بشكل مباشر في صياغة الاستراتيجية بإذن الله. تهدف الورش التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب إلى مراجعة وتعديل مخرجات المرحلة السابقة، بالإضافة إلى تطوير تصورات للبرامج والمشروعات والمبادرات المقترحة والتي تلبي حاجات الشباب وتستعرض تحدياتهم في مجالات التعليم والتقنية والصحة وغيرها. تواصل بين الجهات المعنية وبين الأشخاص الحاضرين هنا من مختلف المناصب من مختلف الأعمار، نخرج بهذه الأفكار التي يمكن أن نطبقها بطريقة عملية تفيد الشباب حقيقة في مختلف المجالات. بود نخبة كبيرة من المعنيين والخبراء في هذا المجال، وأيضا حضور عدد كبير من الشباب، وهذا إن دل يدل على اهتمامهم ومبادرتهم في المشاركة وطرح الاستراتيجيات المفيدة للشباب. أكثر من 60 مشاركا ومشاركة من مختلف الجهات والمؤسسات يساهمون في صياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب للانتقال بها إلى الخبراء للاعتماد والتنفيذ تحقيقا لرؤية عمان 2040. إشراك الشباب والأخذ بمقترحاتهم وأفكارهم بما يضمن تفعيل أدوارهم لصياغة الاستراتيجية وبناء مستقبل عمان بهم. من محافظة الظاهرة، جواهر بنت حمد العبرية.